لا احنا جايبين لقطه ممكن تبقى ترند على السوشيال ميديا، وهو الجانب الايجابي الوحيد من وجهه نظري او من وجهه نظر الكثيرين اللي تابعوا مباراه الاهلي وسموحه. لقطه تخص مؤمن زكريا. مؤمن زكريا بيعمل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبيعمل في الجهاز الفني للفريق الاول في نادي سموحه مع الكابتن احمد سامي. مؤمن مش هتكلم عليه كلاعب كوره، هتكلم عليه على المستوى الانساني كشخص بيحظى بقبول واحترام كل جماهير الكرة المصرية. مؤمن زكريا امبارح كان موجود على دكة الجهاز الفني لفريق سموحة وكان معاه ابنه. وهنستعرض دلوقتي لقطات توريكم قد ايه ازاي الكرة الرياضة بشكل عام مهما كانت المكاسب والخسائر العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. ابن مؤمن زكريا امبارح جماهير النادي الاهلي لما شافته حيت مؤمن زكريا ما لا يقل عن 5 دقائق. لدرجه حتى بصوا يعني عم حارس كمان راح سلم عليه، ومؤمن كان يعني ابن مؤمن كان بيحيي الجماهير، والجماهير عمالين تشجع وتقول مؤمن، وهو واقف عمال يحيي جماهير الاهلي على تشجيعها لوالده. لقطه زي دي تاثيرها النفسي على نجل مؤمن زكريا كبير جدا. مؤمن زكريا رصيده مش رصيد الاهداف، رصيده في الملاعب علاقته بزملائه، علاقته بجماهير الكره المصريه، الجماهير بشكل عام. امبارح كمان بخلاف لقطة ابن مؤمن والجماهير اللي قعدت تحيي وتساند وتشجع وتشجع والده، يعني الجماهير امبارح بتشجع والده، فالولد يا عيني واقف في الملعب فرحان، اسم والده بيتقال من الجماهير والجماهير بتشجعه وبياخد سيلفي مع عدد من الجماهير وكمان مع زملائه سواء في سموحة أو مع الأهلي. اللقطات دي لقطات اجتماعية مهمة جدا لازم نتكلم عليها، ولازم نبروز اللقطات الجميلة دي اللي في ملاعبنا على السوشيال ميديا. خدوا بالكم لقطة سفر مؤمن زكريا لإنجلترا لما حضر نهائي كأس انجلترا مع ليفربول ودخل غرفة خلع الملابس، وبصراحة يعني بنشيد بمحمد صلاح على الموقف الطيب اللي حصل ده مع مؤمن زكريا. لقطة خدت رد فعل كبير جدا وقوي جدا، لكن أنا برضو مبارح شايف لقطات زي دي الناس بتتكلم على المباراة وتفاصيلها ونتيجتها. أنا النهاردة ليا جانب إيجابي عايز أتكلم عليه، جانب مؤمن زكريا. شفتوا اللقطات دي كمان، يعني حتى ذو الاحتياجات الخاصة أو ذو الهمم بيتصوروا مع مؤمن. ابن مؤمن لما يكون في الملعب وشايف والده مع صحابه واصدقائه من الاهلي وده الفريق المنافس، خدوا بالكم كمان من الجانب الاجتماعي الرياضي ده، شايف ان والده كان بيلعب في النادي ده وحاليا شغال في نادي منافس بس زمايله جايين بيسلموا عليه، ده جانب رياضي مهم جدا، ده جانب مهم جدا. عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، محمد هاني، يعني بصراحه يا مؤمن انا قلت قبل كده رصيدك. محمد زعلوك على فكره، زعلوك ما لعبش مع مؤمن وما حضرش مؤمن، بس من كتر ما سمع ومن كتر ما شاف ده لاعب صاعد. شوف اللقطات اللي زي دي ممكن تؤثر ازاي بشكل ايجابي على لاعب صاعد في قطاع الناشئين، شايف النجوم اللي سبقوه حتى لو تعرضوا لبعض الظروف، وطبعا باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه منها، لكن شوفوا التفاف الجميع حواليه، التفاف الناس كلها حواليه. الناس ممكن تكون مشغوله في فتره الاحماء والتجهيز للمباراه، ولكن ايه المشكله 5 دقائق مع مؤمن زكريا، عمرو السوليه. وانا امبارح انا واثق لو كان كهربا موجود في الماتش كان يعني كان كهربا كان هيقعد طول الوقت مع مؤمن، مش هينزل غير على ضربه البدايه. انا عارف شخصيه كهربا يعني ومدى عشقه وحبه لمؤمن زكريا، وازاي على طول هو حتى مع مؤمن زكريا. عمرو السوليه، محمد هاني، محمد زعلوك، محمد مجدي قفشه، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، انا لو هسرد يعني كل الاسماء، حمزه علاء، على فكره معظم الاسماء اللي انا بقولها واللي انتم شايفينها دلوقتي على الشاشه ما لعبتش مع مؤمن، ما حضرتش فترة مؤمن زكريا، ولكن الرصيد، رصيدك في الملاعب، احترام الناس ليك، دي الرسالة اللي عايز أوجهها كمان لكل اللاعبين الناشئين في كل محافظات مصر وفي مختلف الأندية. ده جانب مهم جدا. امبارح كمان فكرة إن ابن مؤمن زكريا يكون موجود بجوار والده وشاف كل اللقطات دي، لقطات حلوة جدا وهتؤثر عليه هو حتى كطفل لسه بيبدأ حياته، إزاي ده بيبقى ليه تأثير إيجابي عليه. مصطفى شوبير ما لعبش مع مؤمن، ما حضرش فترة مؤمن زكريا، كان لسه لاعب تحت في قطاع الناشئين، برضو بيهرج وبيهزر مع ابن مؤمن زكريا، بيتكلم مع مؤمن. مؤمن زكريا يا جماعة مش هتكلم على أنا حضرت فترته، هو بصوا حتى الحكام، حكام المباراة كابتن محمد عادل، كابتن يوسف البساطي، كابتن حسام طه، يعني العلاقات الجيدة اللي زي دي على فكرة. بصوا أنا مش بتكلم بقى على الأهلي وسموحة بس، ده حتى الحكام، محمد عادل ياما أدار مباريات كتيرة لمؤمن زكريا وهو في المصري وهو في الأهلي وهو في الزمالك. ولكن في النهاية اللقطة اللي عايز أطلع بيها من المشهد الجميل ده، رصيدك في الملاعب مش أهداف ولا هتافات،
ولا علاقات فقط بجمهورك، لا رصيدك مرتبط بحب الناس كلها ليك. وانت بتلعب كمان فكر في مستقبل ابنك او مستقبل اسرتك، هيتقال عليك ايه كنجم؟ لقطت ابن مؤمن زكريا في ملعب المولين العرب وهتافات جماهير الاهلي لمؤمن زكريا، اعتقد تاثيرها ايجابي جدا. عشان كده لما بشوف مؤمن مش بشوفه لوحده، بشوف مؤمن وزوجة مؤمن وابنه كمان في كل الأحداث، لأن اللقطات اللي زي دي أكيد ليها تأثير إيجابي جدا. نتمنى لك يا رب الشفاء يا مؤمن، ترجع بسرعة، نطمئن عليك، وكفاية اللي انت بينا وشايفينك ومطمئنين عليك، وبإذن الله إن شاء الله ربنا قادر على كل شيء ويرجعك بسرعة للملاعب في ظروف أفضل بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. فاصل ثم نواصل.